وعن الصادق عليه السلام عن أبيه عن علي بن الحسين عليه السلام أنه كان يقول من أكل رمانة يوم الجمعة على الريق نورت قلبه 40 صباحا فطرد عنه وسوسة الشياطين وسوسة الشيطان ومن طرد عنه وسوسة الشيطان لم يعص الله عز وجل ومن لم يعص الله أدخله الجنة. كما جاء في كلام المهدي عندما وجدته وقال لي وجدته شخصيا وقال من أكل خبزا على خس على لحم مفروم دخل الجنة. والمايونيز يعني ضيعته. وكما جاء في كتاب أن المعصوم جعفر الصادق قال من مينزها مينزها أي ضربها بمينز شيشة وكتشب. أيوة حسب الطلب. وكما جاء للباغر أنه من كتشب وشطشط فكأنما يا زار الحزين شرائح الجبنة. وكما جاء في كتاب المفلطحات لشرائح الجبنة أنها يجب أن تتدغز في الهمبرجر ومعنى همبرجر لا تصدق الفتوى الثانية معناها النصر ثم النصر ثم النصر للشيعة. اللحن أن همبرجرين يا با أنا همبرجرين يا همبرجرين وهذا هو الهمبرجر الحقيقي. استمتع أكثر أكثر أزيد أكثر متعة أكثر أكثر كل بهوى دخل الجنة. أحسنت تمام. خذ هذا. شكرا لك. مش لذيذ. ماشي لذيذ. ها؟ مش لذيذ. هم شو قلت الناس لذيذ هذا مش. هذا ليس همبرجر. الله لا وفقكم.